أعتقد أن هذا السؤال شق منه صحيح، أن هنالك أزمة حكام، ولكن هذا لا ينفي أزمة شباب. الحقيقة الأزمتان وجهان لمشكلة واحدة، تشبث بعض الحكام وهم في عمر متقدم بالسلطة، عدم وجود طرائق مرنة في الوصول الصعود إلى القيادة والنزول منها في مجتمعاتنا. هذا أدى طبعا إلى أزمة في الشباب. أزمة الشباب جزء منها إلى حد ما مرتبط بمشكلة الحكام وعدم وجود المرونة السياسية في الأنظمة السياسية العربية. الأنظمة المرنة تستوعب ديناميكية المجتمع، والأنظمة المتصلبة تضغط على ديناميكية المجتمع حتى ينفجر المجتمع في نهاية المطاف، كما رأينا للأسف في عدد من الدول العربية. لا أصفه بذلك تماما، صحيح أن الشباب أشعلوا الثورة، ولكن كما هو الحال في كل المجتمعات، الشباب يستطيعون إشعال الثورة لكن لا يستطيعون بناء الدول، لا يملكون الخبرة ببناء الدول. فلازم أود أن نكون واقعيين، لكل أن يسهم بما لديه وبحسب قدرته. الشباب يستطيعون إشعال الثورة لكنهم لا يستطيعون أن يكون بديلا عن ذوي الخبرة في صناعة القرار وفي الممارسة السياسية وفي العمل البيروقراطي. الشباب لم يبذلوا هذا النوع، لم يكتسبوا بعد هذا النوع من الخبرة، ولذلك تنجح الثورات حينما يقع هنالك تكامل بين عنفوان الشباب الذي يشعل الثورة وبين النخب السياسية الناضجة التي تملك القدرة على البناء. في هذه الحالة يكون هنالك تكامل. إذا وقع تضارب بين الطرفين، انفصل الشباب عن النخب السياسية أو انفصلت النخب السياسية عن الشباب، فهذا يؤثر سلبا على مسار الثورات والتغيير. أنا تقريبا ما عندي شك أنه الثورة العربية والثورات العربية هي موجات، شأنها شأن كل الثورات تاريخيا. الثورات ليست ضربة واحدة، هي حقيقة موجات، ونحن لا نزال في نهاية الموجة الأولى من الربيع العربي، ولكن الموجة الثانية قادمة. الثورة المضادة استطاعت أن تؤجل النصر، استطاعت أن ترفع الثمن، لكنها لا تستطيع أن تعيق تحولا تاريخيا عميقا جدا نابعا من أعماق المجتمع. فليس هنالك شك أن لأننا لا نزال في بداية الطريق. البعض يظن أن الربيع العربي في نهاياته، أنا أراه في بداية البداية. على الأقل هذا ما نتعلمه من عبرة التاريخ من خلال دراسة تاريخ الثورات الأخرى التي امتد بعضها عقودا من الزمن. وبطبيعة الحال حينما يكون مجتمعات تعاني من استبداد مزمن، تعاني من انشقارات في الهوية، تعاني من اختراقات للمصالح الدولية والتقاطع للمصالح الدولية، فالتغيير فيها لن يكون سهلا ولن يكون بغير ثمن، لكنه آت لا شك في ذلك. لا أعتقد أننا نحتاج إلى جيل قادم. أنا أعتقد أن الشباب الحالي الذي أشعل الربيع العربي سينضج وسيكتسب الخبرة، ولن التغيير لن يستغرق أجيالا كما حدث مثلا في تاريخ الثورة الفرنسية أو الثورة الإنجليزية. هنالك الآن مسرعات بحركة التاريخ، لأنه التكنولوجيا المعاصرة والاتصالات والمواصلات، وكون الشعوب العربية تتنفس نفس الثقافة السياسية وتنفعل بما يحدث في كل منها وتستفيد من تجارب كل منها بحلوها ومرها، كل هذا مسرعات لحركة التاريخ ولحركة التغيير. أنا أعتقد أن الشباب العربي الحالي الذي يشعل الثورات العربية سينضج وسيكتسب الخبرة وسيتحول إلى قادة يبنون على ما حدث من نجاح ومن إخفاق، ويقودون التغيير بشكل أكثر ثقة في الذات وأحسن خبرة في المستقبل. لكل ثورة هنالك دائما حاجة إلى شرارة فكرية،
وطبعا الثورة الإنجليزية كانت شرارته الفكرية هي كتابة جون لوك وغيره من منظري العقد الاجتماعي. الثورة الفرنسية كانت شرارتها كتابات الأربعين سنة التي سبقتها كتابات كبار فلاسفة السياسة الفرنسيين مثل مونتسكيو وجان جاك روسو، الذي تحول كتابه في العقد الاجتماعي أصبح يسمى إنجيل الثورة الفرنسية، أصبح شبه كتاب مقدس. فطبعا الثورة تحتاج إلى وعي، إلى بناء وعي، وهنا مسؤولية أهل الفكر والرأي أن يقفوا موقفا أخلاقيا. لا أتمنى أن لا يقف أهل العلم والرأي في العالم العربي موقفا أكاديميا باردا والأمة تهدم وتذبح وتتمزق، وإنما يساعد ببناء الوعي الذي يختصر الطريق، يجعله طريقنا أخصر ويجعله ثمن التغيير أرخص. هذا أمر لا شك أن كل ثورة تحتاجه. نحن بحاجة إلى شرارة فكرية تكون دليلا للتغيير. لا يكفي إشعال الثورة، وإنما لا بد من دليل عملي يقودها إلى الأمان وبأقل قدر ممكن من التضحيات. هذا واجب أخلاقي، ولعل المثقفين العرب يهتمون به. أتمنى أن لا يحدث، ولكني أخشى أن هذا ما سيكون بكل أسف، لأنه ظاهرة التطرف والتكفير التي رأيناها في الثمانينات مثلا في مصر وفي بعض الدول، في نهاية المطاف سببها هو القمع والتعذيب الفظيع الذي عانى منه الشباب في الستينات والسبعينات. فكانت ظاهرة التطرف في الثمانينات ثمرة مريرة لمعاناة الناس في سجون الستينات والسبعينات. وأنا أخشى، ونحن اليوم نرى طبعا عشرات الشباب من خيرة شباب هذه الأمة ثقافة وموقفا أخلاقيا ومبدئيا واستقامة وحملا للهم العام، يعيشون في سجون يموتون موتا بطيئا. طبعا لا شك أن الكثير منهم سيخرج مشوها نفسيا وأخلاقيا، ينظر إلى الحياة بمنظار قاتم جدا، وسيكون للأسف بعضهم وقودا لمعركة قادمة ليست في صالح أحد. ولذلك يجب على الجميع من الآن الانتباه لهذا والمسارعة بإخراج هؤلاء المعذبين من أقبية السجون سواء في مصر أو في سوريا أو غيرها قبل فوات الأوان، وإلا فالكل سيدفع الثمن بكل أسف. هناك تفسيران، التفسير الشائع في الإعلام الغربي هو محاولة تحميل الإسلام المسؤولية ومحاولة وصم الثقافة الإسلامية بأنها تنتج التطرف، وهذا أمر لا معنى له. الثقافة الإسلامية كانت موجودة منذ 14 قرنا، لم ينزل وحي جديد ولا لدينا كتب تراثية، هذه الكتب كانت متداولة بين الناس. ما الذي جعل الشباب يتجه هذه الوجهة في هذه اللحظة؟ أنا أعتقد لا بد من التركيز على العوامل النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هذا هو السياق. الذي هؤلاء الذين يقاتلون مع داعش اليوم كانوا شبابا وادعين في الثانويات السورية منذ بضع سنين، ما كانوا يعرفون شيئا عن سلفية جهادية ولا ينوون قتالا ولا يحلمون بالقتال، لكن الهمجية التي سلطت على المجتمع السوري وعلى المجتمع العراقي والهمجية التي رأينا في رابعة ومحاولة مصادرة ثورات الشعوب في اليمن وفي ليبيا وفي تونس، كل هذا طبعا يجعل الشباب يكفرون بكل وسائل سلمية للتغيير، لأن القوى السلمية استهدفت باستئصال كما رأينا في مصر. رغم تشبث مثلا الإخوان بالسلمية على مدى 80 عاما يواجهون باستئصال حتى من دول أخرى لم يكونوا فيها أصلا ولا لهم أي عداوة معها أصلا. هذا النوع من السياسات للأسف هو المشكلة التي أنتجت داعش. داعش في النهاية ترجع إلى السياق السياسي والاجتماعي والنفسي أكثر مما ترجع إلى أي ثقافة دينية. ولو وقفت هذه الهمجية اليوم ستتبخر داعش ولن يبقى معها إلا القليل. أعتقد أنه للأسف في تاريخ الأديان هنالك دائما إشارات إلى أثر الحروب، خصوصا الحروب الأهلية على عقائد الناس. الحروب خصوصا الحروب الأهلية تجعل الناس يفكرون في معنى الحياة، تجعلهم يتشائمون حول
معنى الوجود ومعنى الحياة، وهذا يؤثر كثيرا على رؤية الناس. وأنا أعتقد أنه الثورة المضادة على الأقل، حتى وإن كان قادتها العرب لا يدركون ذلك، القوة الدولية التي دعمت الثورة المضادة لم تكن فقط تستهدف حريات هذه الشعوب، بل تستهدف أيضا دينها وسكينتها الإيمانية والنفسية. ولذلك أعتقد أنه طبعا لحظات التغيير الاجتماعي لا تشهد مجرد تمرد على البنى السياسية والاجتماعية، وإنما أحيانا تمرد على البنى الاعتقادية أيضا، وخصوصا إذا كان هنالك همجية ضد المجتمع وفظائع ترتكب ضد المجتمع. أوروبا تخلت عن الدين في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وللأسف أنه طبعا الثورة المضادة سيكون لها أثر سيء على نظرة الناس إلى الدين، ولكن هذا سيظل أمرا عابرا، خصوصا وأن الإسلام لا يزال ملهما للذين يقفون في وجه الظلم، ولا يزال هو أهم وقود لحركة التغيير في هذه المنطقة، ولا تزال الحركات الإسلامية هي الرافعة التي تقوم عليها الثورات العربية، ولذلك لم يستهدف شيء أكثر مما استهدفت الحركات الإسلامية. وهذا عزائي في أن الناس سيظلون متمسكين بإسلامهم، لأنهم يدركون أن الإسلام مع المظلوم ضد الظالم. لا شك أنه خيبة أمل الشباب في الإعلام الرسمي العربي الذي هو إعلام أغلبه زيف ولا يعبر عن نبض الشعوب ولا عن وجدانها ولا عن مصالحها، جعل الشباب العربي يقبل على وسائل التواصل الاجتماعي ربما أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. هنالك بعض الإحصائيات في جوجل وغيرها على أنه مستوى استعمال الناس لوسائل التواصل الاجتماعي في منطقتنا ربما يفوق أغلب مناطق العالم، وهذا طبعا نوع من ردة الفعل على الإعلام غير النزيه الذي يسيطر عليه ويهيمن عليه المستبدون. طبعا هذا أمر في جانب منه إيجابي، لأن الناس تجد لها متنفسا وتبني فضاء حرا لتبادل الأفكار والمشاعر، وفي جانب سلبي أنه يقود إلى كثير من الفوضى ولا تكون هنالك بوصلة واضحة. لو كانت وسائل الإعلام الكبرى نزيهة وحرة لربما كان ذلك أفضل لبناء وعي جمعي، بدل من أن يكون لكل من منبر وتكون هنالك فوضى وتضعف الروح الجمعية والوعي الجمعي في الأمة بسبب ذلك. فظاهرة فيها جانبها الإيجابي وفيها جانبها السلبي. كل من الفقر والترف هو عنصر سلبي ومقيد لإمكان الإنسان ولطاقة الإنسان وهمته. وقديما قال الشاعر العربي عن الترف: علمت يا مساعد ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الشباب والفراغ والجدة الترف، وطبعا هذا يضعف الهمة كثيرا، كما أن الفقر طبعا مضعف الهمة لأنه قيد على إمكان الإنسان وقتل لمطامح الإنسان. طبعا مع ذلك أنا لست متشائما، أرى أنه الفقر أيضا يمكن تحويله إلى طاقة للتغيير. في النهاية الناس إذا عانوا من الظلم فهذا الدافع من دوافع السعي للتغيير وبناء وعي جمعي للتغيير. كما أنه حتى في الخليج لا يوجد فيه شباب مترف، مع ذلك شباب الخليج من أكثر الشباب اهتماما بالشأن العام للأمة خارج دول الخليج، وهذا يعني أنه المناخ الثقافي، الثقافة السياسية التي نتنفسها جميعا، دولنا الفقيرة ودولنا الغنية، هذا النوع من الاشتراك العاطفي يظل مهما جدا وقويا جدا. حتى الدول الغنية ينفعل شبابها كثيرا بما يحدث في الدول العربية الفقيرة. ولذلك أنا أراهن على الثقافة الواحدة والوجدان الواحد أنه سيظل أقوى من أي تفاوتات اقتصادية في العالم العربي.